مجموعة من الأخوات بعثنا بمجموعة من الأسئلة، يقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، هل يجوز الكذب خوفا من العين، كأن تقول الفتاة بأن تقديرها جيد جدا في نتائج الامتحانات وتقديرها ممتاز في الشهادة خوفا من العين؟ لا 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 تكذب، هذا كذب، بين الواقع والحق والحمد لله. تعتمد على الله ولا يضره، تعتمد على الله وتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه لا يضره. تترك الهواجس بالعين والعين، الإنسان يسأل ربه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء 3 مرات ولا يضره شيء والحمد لله.